وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية احترام وتقدير لكل سيدة ناضلت وحققت منجزات في كل الميادين ودافعت عن معاني الحرية والإنسانية والحياة على مر العصور. هذا وأعرب الرئيس في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عن أمنياته بأن تظل سيدات مصر رمزا للقوة والعطف والنيل والنبل والشجاعة وكل مفردات الحياة والحب والجمال.